النهارده زميلنا الكاتب الصحفي الكبير ابراهيم عيسى كان قدام النيابه، نيابه استئناف القاهره، ونيابه اخلت سبيله في البلاغ بضمان 5000 جنيه اعتقد، 5000 جنيه عنده بلاغين الحقيقه، تهمه اهانه البرلمان واعتقد تهمه نشر اخبار كاذبه ايضا، وتم اخلاء سبيله بكفاله 10000 جنيه على ذمه البلاغين. خلونا نعرف تفاصيل ماذا حدث من الاستاذ حافظ ابو ساده المحامي وعضو مجلس القومي لحقوق الانسان. حافظ مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ميزه. ايه اللي حصل بالظبط مع ابراهيم وما هي التهم التي وجهت اليه؟ الاستاذ ابراهيم طبعا كان رايح على اساس بلاغ محدد، هو بلاغ السيد رئيس البرلمان بشان اهانه البرلمان في العناوين جريدته الخاصه بالبرلمان كرتوني وكذا. ثم بعد انتهاء التحقيق استمر 3 ساعات من الساعه 1 للساعه 3، يعني كان منتظرين قرار اخلاء السبيل او الضمان، ففوجئنا بانه في بلاغ اخر مقدم من الدكتور سمير صبري بشان برضو اعداد في جريده المقال بتتكلم على تهجير الاقباط والارهاب في سيناء، وبالتالي اعتبر ان ده يهدد الامن القومي، وده ده مضمون البلاغ، يعني اعتبر انه تحذير الاستاذ ابراهيم من انفلات الامر في سيناء وخطره على الشعب المصري هناك بان ده يعتبر نشر اخبار كاذبه تهدد الامن القومي المصري. وانتهى بقى طبعا 3 ساعات اخرى مع هذا البلاغ، وانتهى الامر باخلاء سبيل الاستاذ ابراهيم بكفاله 5000 جنيه لكل بلاغ، وبالتالي هذا معناه ان القضيه مستمره وسوف تعرض على السيد المحامي العام او النائب العام لاتخاذ القرار فيها. اذا ده بقى الكفاله، ده معناها انه قد يحول الى ايه؟ جنايات محاكمه بقى هنا، جنايات هي دي، هي دي جنحه صحافه، جنحه صحافه، جنحه نشر بالصحافه، لكن بتنظرها محكمه الجنايات، تنظرها محكمه الجنايات. اشكرك استاذ حافظ ابو ساده. وعقوبتها بتبقى ايه يا استاذ حافظ؟ حسب في اهانه الماده 184 الخاصه بالبرلمان بنتكلم على حبس او غرامه، انما طبعا احنا عندنا نص دستوري بيمنع الحبس في جرائم النشر، بس احنا ما عدلناش القوانين مش كده؟ بالتالي وبالتالي اظن انه في كلا الحالتين هيبقى الغرامه. بشكرك استاذ حافظ ابو ساده المحامي عضو مجلس القومي لحقوق الانسان. اذا البرلمان يقاضي ابراهيم عيسى فيما يتعلق بما قاله في جريده المقال.